منذ دخول الألفية الثالثة بدأت أوجه للعنف تتصدر المشهد. شخصيات صنعت العنف وأشعلت نيران التطرف والإرهاب في الكثير من الدول. فمن هم وكيف تخلص العالم من هؤلاء الأشرار؟ وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه، يحيى السنوار قائد المكتب السياسي لحركة حماس. فلش يا ولد فلش فلش بناتي الام بي سي السعودية. Yeah,